مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. مساء الخير بروفيسور. مرحبا. مرحبا لله سناء. مرحبا لله. ما يفوتناش نقدموا العزاء ديالنا والمؤازرة ديالنا لعائلة الشرطي اللي توفى اليوم في مدينة طنجة بعد حادثة ديال السيارة اللي قامت بدحسو. هذا الأمر محزين وفي نفس الوقت كيبعث الطمئنان. محزين لأن واحد خونا توفى في أدائه بصدق وأمانة وشجاعة العمل ديالو. هادو هما المغاربة، هادو هما الرجال اللي كنعرفو تيخافوش. فهذا محزين لأنه واحد همجي. ممكن مؤخرا بروفيسور اكثر هذا المستوى ديال العنف وديال الهمجي، يعني شنو المؤشر اللي كيعطينا اللي بان لك انه اطمئنان؟ شتي لاله، اللي كيعطي الاطمئنان هو الدار ديال المغاربة دار عامرة. دار المغاربة ماشي دار خاوية، ماشي مترعة. المغاربة دولة قائمة هذه قرون، وصار الأمن بأكملها، الشرطة والدرك والقوات المسلحة الملكية والمخابرات كلهم، وعندنا من أروع الأجهزة الأمنية في العالم الحمد لله. وعندنا شعب مؤصل. واحد الباحث من الأصدقاء ديالي الدكتور شاكار كيأطر سلك الدكتوراه بليسكار تحدث لي مؤخرا لواحد النظرية اللي بداو تيشتغلوا بها في الام اي تي، هذه من اكبر الجامعات في امريكا. هاد الباحثين لقاو بان الاماكن اللي فيها الخير هي اللي فيها الحركيه، وهي اللي فيها ديناميكيه وحتى تدافع. كتبان في الظاهر ديالها صراع، فتيهتموا هما في الام اي تي بهاد الاماكن في العالم اللي فيها واحد الديناميكيه ديال التدافع، الظاهر ديالها تيبان على اساس كاين. فانا كنقرا في الاعلام وكان كتبت واحد المقال في لوبسيرفاتور دي ماروك، الفو سافوار ا كي اون بارل، ردوا البال مع من تنتكلموا، والمستمع والراي العام كيفاش مركب. راه ما كاينش عقل واحد، ما كاينش مستوى ادراكي واحد، راه متعدد. فكنلقى خبراء يكتبوا كتمر الدول المغرب والجهة المغربية بهزات اجتماعية. لا 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 لا، هذه ديناميكية الحرية. ملي سيدنا الله ينصرو قال الحرية، بغاه هذا المشروع الحرية، بغاه دولة الحق والقانون. هاد الوسع هذا، هاد اتساع هذا كيحرك الناس، فكيتحرك الصالح وكيتحرك الطالح. ففي امريكا كاين الاجرام، في أوروبا كاين الإجرام، وفي المغرب ما هوش استثناء حتى هو فيه الإجرام. فغير صبح الإعلام كينقلوا بكثرة، وصبحنا كنردوا ليه البال كثرة. دابا دور الإعلام وأنا رصد الحقيقة، يعني ملي كيشوف الواقع كيرصدوا كيف ما هو كيف ما هو. أما حنا دورنا هو نقولوا لا، هادشي راه كان مجرمين، راه دائما كانوا. دابا حنا في ديناميكية ديال دولة الحرية ودولة الحق والقانون، ونزيدوا المسؤولية. مرحبا. بكل وضوح برنامج التحليلات الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بالصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا. مرحبا بكم.